مرحبا بك المتابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. بيسان اسماعيل فاجأت الجميع بسفرتها المفاجئة للأردن، فتم استقبالها قبل ساعات بالمطار بهذا الاستقبال. أما أنس الشايب ومن بعد تواجده لفترة بالأردن أعلن مبارحة عن سفرته لبلد ما المفاجئة، ولكن لم يذكر هذا البلد، فكان ينتظر الجمهور لقاء ببيسان إسماعيل بالأردن من بعد وصولها وخاصة بالمطار، ولكن ما شفناهم مع بعض نهائيا لحد الآن. فتداول البعض إشاعات عن خلاف بينهم من بعد ما سافر أنس للأردن قبل أيام، فما شفنا تفاعل بيسان على آخر 3 بوستات له على إنستغرام. وشاركت بيسان هالستوري من بعد وصولها للأردن وعلقت من خلاله: بي الأفعال هي التي تؤكد صدق المحبة، أما الكلام فالجميع يتكلم. واللي اعتبروا البعض ستوري موجه لأنس، فشو رأيكم أنتو؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. أما أسو فأعلنت عن تواجدها في الأيام المقبلة بميلان فاشن ويك، وصرحت أنه كان حلم من حياتها وتحقق أخيرا، فعم بتشارك ستوريات من بعد وصولها لميلان بإيطاليا مع أختها مريم، فألف مبروك لأسو من نجاحنا نجاح أكبر إن شاء الله. أما أبو فلة ومن بعد اختفائه لمدة فاقت الشهر من على السوشيال ميديا وتداول إشاعات عن وفاته أو اختطافه أو حتى اعتزاله لليوتيوب، ها هو يعود من جديد بفيديو توضيحي حول اختفائه وإجابته على الإشاعات اللي طلعت عنه فترة اختفائه، وصرح أنه وأخيرا رجع من جديد للتفاعل مثل قبل وعم يحضر لمفاجآت أقوى من السابق، فعودة موفقة لأبو فلة. أما بخصوص السلاوي وقمر الطائي فأنهوا علاقة صداقتهم اللي دامت لفترة جدا قصيرة بأنفولو متبادل بينهم على انستغرام قبل أيام، وانتظر الجمهور الصلح ولكن لم يحدث لحد الآن، ولكن الظاهر علاقة قمر مع أصدقاء السلاوي المقربين ما زالت قائمة ولكن بطريقة جد سطحية، فشفناها بلايف على تيك توك مع أحمد كسواني، حيث لاحظ الجمهور طريقة حكيهم مع بعض بشكل غريب عن السابق. لبسوا شياروا، شو الأخبار؟ تمام، نورتي نورتي، أهلا وسهلا، شرفتينا والله في البيت. لا فيك نورك. أهلا وسهلا، الله يسلمك. يا الله يعطيك العافية. هاي بعدك بالأردن ولا سافرتي؟ لا بعدني بالأردن، استفهم انها بعدها في الأردن، هاي المشكلة. وأشار البعض على أنه ممكن حديثهم مع بعض كان من بعد ما خضع أحمد لعملية جراحية قبل أيام، وانتظر الجمهور صلح بين قمر والسلاوي ولقائهم بالأردن بعد هذا اللايف، ولكن لم يتم للأسف، فالسلاوي غادر الأردن وصار حاليا بلبنان. شو رأيكم؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. أما نور مار فشارك ستوريات مفاجئة أقلق من خلالها متابعينه، فكتب: اليوم صار شيء غريب وحزين، إذا حسنت أحكي لكم اليوم بحكي لكم، وبعدها اختفى لحد الآن. فشو رأيكم أنتو؟ شو ممكن يكون صار مع نور مار؟